مشاهدي متابعي قناتي في اليوتيوب، مرحبا بكم في حلقة جديدة في قناتي. في بعض الأحيان البداية تكون القشمة ماذا تتكلم وما تريد أن تقوله، لكن في نهاية اليوم حبيت أن نتحدث على موضوع عن الدين الإسلامي في بريطانيا وعن الإسلام في بريطانيا بصفة عامة. الإسلام في بريطانيا، هناك العديد من الدول الأوروبية هناك صعوبة كبيرة في العيش لدى المسلمين، العنصرية وعدم عدم قدرة المسلمين على ممارسة الشعائر الدينية. في بريطانيا تختلف الأمر كثيرا، وهناك العديد من الجاليات العربية الذين يملكون الوثائق في فرنسا وفي إيطاليا وفي إسبانيا وفي العديد من الدول الأوروبية أتوا إلى العيش والاستقرار في بريطانيا بسبب هذه النقطة بالضبط. في بريطانيا هناك المساجد في كل مدينة وفي كل مكان، المساجد للصلاة، الأذان يرفع داخل المسجد ولكنه لا يرفع خارج المسجد، يعني لا تسمعه في الخارج، لا تسمعه وأنت في الشارع، ولكن أنت تستطيع أن تصلي صلاة الجمعة، تستطيع تلفها لي يا أخويا، صاحب الفيلو هذا تلف لي، كاش كنت نهضر. العموم تستطيع أن تصلي صلاة الجمعة، تستطيع صلواتك اليوم، باقي صلوات اليوم تستطيع أن تصليها بشكل عادي جدا في بريطانيا، وأيضا ممارسة كل الشعائر الدينية، يعني رمضان الكريم، عيد الأضحى وعيد المبارك، لا يوجد أي مشكل في هذه النقطة. يعني ديانتك كمسلم كجزائري هنا أو كعربي أو مهما كان أصلك، كونك مسلم تستطيع أن تصلي، تستطيع الذهاب إلى المسجد، تستطيع اللباس السلفي فيما يتعلق بال، إحنا في الجزائر نقول القميص واللحية، هذاك الأمر هنا في بريطانيا لن يسبب لك المشاكل. بالنسبة للمرأة أيضا تلبس النقاب عادي. ثم مغربي صديقي عنده 20 سنة في إيطاليا قال لي بنتي لا تستطيع العمل في أي مكان بدون إذا ارتدت الحجاب، يعني لا يقومون بتوظيفها في حال ما ارتدت الحجاب، عكس بريطانيا لا يهتمون بالمظهر الخارجي للشخص، بل هم يحترمون دينك ولا يزعجونك إلا حالات نادرة جدا، سواء من طرف البريطانيين أو من طرف الحكومة البريطانية. المساجد يقوم بكرائها العرب الفقراء، نعم بعض العرب هم يدفعون تكاليف كراء المساجد، مساحات المساجد، وهي أيضا طبعا للأسف الشديد الخليجيين هنا في بريطانيا لا يساعدون العرب الآخرين فيما يتعلق بكراء المساجد أو شيء من هذا القبيل، يعني يأتون إلى لندن ويشترون أغنى أفضل الملابس بمبالغ كبيرة جدا ومبالغ مرتفعة جدا، بالمقابل لا يستطيعون حتى التبرع للمساجد لكراء بعض المساجد. يعني لذلك يقوم أغلبية العرب من دولة المغرب، تونس، الجزائر، مصر، لبنان، العراقيين، السوريين، الأردنيين، اليمنيين، أيضا الصوماليين، الإثيوبيين، هم من يدفعون، السودانيين هم من يدفعون تكاليف هذه المساجد ومصاريف كراء هذه المساجد. للأسف الشديد أغنياء الدول العربية لا يقومون بالتبرعات أو بمساعدتهم لهنا، والأغلبية يصرفون أموالهم فقط في الملابس والسيارات الفارهة فقط، عوض ما يساعدون إخوانهم في كراء هذه المساجد للصلاة. هذه النقطة صراحة حيرتني في بريطانيا، بالعكس تماما، يعني هم أحرار في ذلك، ولكن كونك ربما عربي ومسلم يجب أن تساعد إخوانك خاصة في بيت الله. إذن في بريطانيا قلت لكم أن العديد من الأشخاص تنقلوا إلى بريطانيا لمساعدتهم في ممارسة الشعائر الدينية، عكس الدول الأوروبية التي تتميز بالعنصرية وتتميز بالإكراه في الدين
والمعدل من المساواة وما إلى ذلك. بريطانيا تعتبر من أكثر الجاليات، من أكثر الدول يتواجد فيها الجاليات في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. هناك بريطانيا ويتراوح عدد الجاليات الموجودة هنا حوالي 20 مليون أجنبي هنا في بريطانيا. لذلك بريطانيا تحترم الديانات هنا بشكل بكل أشكالها. ثم هناك نقطة أخرى، الإسلام هنا ليس فقط من يعني الإسلاميين ليس فقط من العرب، هناك من باكستان وهناك من أفغانستان وهناك أيضا من الهند. وتختلف برغم أننا مسلمين ولكن تختلف بعض الأشياء لديهم ولدينا. مثلا الباكستانيين والأفغانستانيين تجده سلفي مسلم له لحية وقميص ولكنه بائع مخدرات أو يلعب البيار مثلا، يعني بعض الخصوصية تختلف. وهناك أيضا من الذين هم يرفعون شأن الإسلام والعرب هم أنفسهم من شوهوا العرب، من شوهوا الإسلام أيضا بعض التصرفات الغير محترفة وغير محترمة ومحترفة أيضا وغير محترمة لدى بعض المسلمين خاصة فيما يتعلق النظافة هنا. يعني بالرغم أن بريطانيا سمحت للجميع بممارسة شعائره الدينية كالصلاة والذهاب إلى المسجد، إلا أن هناك من موسخ الصورة وشوه صورة الإسلام خاصة فيما يتعلق بالنظافة. يعني النظافة هنا لدى العرب والإسلام كأنها لا أعلم، يعني كأن الأمر جريمة، يعني من ينظف من لا أعلم. الأحياء العربية تختلف عن الأحياء الأجنبية التي يسكن فيها المسيحيين واليهود بصفة عامة. ستجد أن هناك عدم احترام كبير جدا في ذلك للأسف الشديد. يعني هذه الأمر واضح جدا هنا في بريطانيا. وهذا فقط نقطة فقط أردت المشاركة تكون فيها، لأن لا يجي فقط البحث عن العمل. يعني ما تجوش لهنا لبريطانيا تحوسوا بك على الخدمة والاستقرار، حتى الدين تاعكم الدين تاعكم لازم تحوسوا اسكو تقدروا تصلوا اسكو ما تقدروش تصلوا اسكو سمحوا لكم باش تصلوا ما يسمحوا لكمش يخلوكم هنا ناس ودودون هنايا بصفة عامة. على العموم خاوتي اليوم راني تعبان شوية، والعمل عمل تقريبا كل اسبوع في مطعم وفي وحلاق، لهذا جد صعوبة كبيرة حتى في الكلام والتجوال ومساعدتكم في نقل المعلومات التي تهمكم في بريطانيا بصفة عامة. على العموم أنا أتمنى نكون أفدتكم ببعض المعلومات، وإن شاء الله نكون الصوت هنا مرتفع قليلا، إن شاء الله نكون عند حسن ظن مشاهدي ومتابعي قناتي. إن شاء الله المزيد من التقدم والاستمرار في العمل والتطور. التطور يأتي بعد الوقت، يأتي بعد أشهر من العمل. التطور في فيديوهات وتطور في العديد من الأشياء لا يأتي بين ليلة ونهار. دائما نحتاج إلى المساندة المعنوية على أقل شيء تقدير، على أقل شيء على أقصى شيء. وفي النهاية أنا أشكركم وأعتذر إن كنت قد سببت لكم الإزعاج في أي حالة من حالات بثي لهذه الفيديوهات. يا مناظر طبيعية صراحة جميلة هنا في برمنغهام. كان مكان جميل آخر، إن شاء الله الأسبوع القادم سأذهب إلى هناك ونشر الفيديو. إلى اللقاء.